المرة الماضية احنا حسب my notes يعني اوكي المرة الماضية طلعنا كيف نطلع من السيناريوز من اليوز كيسز اوكي وحكينا انه طبعا يعني كل يوز كيس بدنا نعمل لها سيناريو حتى لتلخيص اللي مرينا عليه المرة الماضية اوكي يعني استكمالا طبعا قلنا حتى ان تطلع انت with the design بدنا نبدأ من مرحلة requirements طبعا اوكي ندخل بال with the architecture بعدين the detailed design اوكي detailed design يعني اللي بدخل فيه الكود كمان اوكي فالمرحلة الأولى حكينا عنها هي مرحلة requirements اوكي وحكينا انه احنا اليوز كيس دايجرام فعليا هو احنا بنقسم الريكويرمنتس لاجزاء كل جزء صار يوز كيس باي اتسيلف اور ستوري باي اتسيلف اوكي يعني لها خطوات لها سيناريو اوكي وعرفنا حدود السيستم كمان مين بيستخدم السيستم حوالينا هاي مرحله ريكويرمنتس اوكي المرحله الثانيه ذا ستاتيك مودلز حكينا انه هي really mix يعني requirement plus يعني more requirement analysis plus software architecture okay ف with this software architecture طبعا احنا بعدين بدنا نعرف كيف نحدد حدود السيستم وبنحط كل شيء خارج السيستم قد يكون the actor يعني انت الاكتر بده طريقه انه يتفاعل مع السيستم يعني ممكن هالحاله كان actor وممكن نفس الاكتر اصلا بتفاعل يعني لو نبلش نعمل مور اناليسيز هو بيستخدم مور مثلا هاردوير كومبوننتس مثل ما احنا شايفين يعني في عندك ريل ثينج يعني ريل كارد ريدر اللي فعلا الاكتر بتعامل معه اوكي فبدنا السيستم كونتكست طبعا السيستم كونتكست بدنا اياه انه بحاجته احنا المرحله الثالثه لو ما نطلع the boundary classes كل شيء خارجي لازم يقابله شيء software داخلي لازم يعني ما مصير نخلط نقول card reader وخلاص لا مو في card reader hardware وفي card reader the software component اللي بتعرف تحكي مع هذا الهاردوير والسيستم كله بده يتعامل مع software component يعني اللي هون بتعامل كله مع software component حكينا ليش يعني بدنا نعمل هيك اوكي ومن الاوبجكتس كمان حكينا كمان انتيتي اوبجكتس وانتيتي اوبجكتس يعني انتو يعني انا يعني كورس سوفت وير موديلنج يعني بنستفيض فيها هاي كمان يعني فهي اللي هن الاوبجكتس وذ ذا داتا اللي هون بنسميهن انتيتي اوبجكتس هون بصير عندي انا جمعت كل ايش كل الكلاسز اللي عندي اوكي ودخلنا بنوع كلاسز ثاني اسمه كنترول اوبجكتس يا بتطلعهم هون او ببين معاك بالمرحله الثالثه الرابعه اللي بدنا نرجع على كل يوز كيس اوكي على كل يوز كيس بنحكي مين اللي بيعمل الشغل مين اللي بيعمل الشغل مشان اطلع اشياء زياده بدي اياها مثل الميثودز اللي بدك تكتبهم جوه الكلاسز اوكي ما دام في واحد بده يعطي ديتا لواحد ثاني معناته لازم تكون في ميثود موجوده بحيث ان نقدر نعرفها وقلنا فينا نستخدم كوميونيكيشن دايجرام او فينا نستخدم سيكونس دايجرام او فيك تستخدم اي شيء بدك اياه المهم بدنا نعرف كيف بتفاعل مع بعض اوكي لكن احنا هون استخدمنا كوميونيكيشن دايجرام اوكي وقلنا انت بتروي الستوري اوف ذا يوز كيس وبطلع معك الورق اوكي لما نعمل هذا الكلام حكينا كمان انت ساعتها بتطلع الميثودز بناء يعني انا لو من اقول كلاس A بده مثلا من كلاس B بده بقول له مثلا انتر بين معناته كلاس B لازم يكون في طريقته انتر ذا بين اللي هي الميثود مثلا تبعت انتر بين اوكي فبنطلع الميثودز
وحكينا كمان يعني آخر المحاضرة الماضية إنه إحنا بدنا ثريدز كمان، يعني إذا أنت ما بدك ثريدز خلاص بيضل وان ثريد، أوكي، والوان ثريد خلاص ده مين ميثود تبع ذا هول أبليكيشن، زي البروجرامز اللي أنتو أغلب الظن عملتوها، خلاص لو من أنت ما تعملش ثريدز كل الأبليكيشن وان إكسكيوشن اللي هو من الوان ذا مين ميثود إز إكسكيوتد حتى تخلص المين ميثود، واذا ما خلصش المين ميثود بتضلها يعني اذا كانت عندك لوب جويت المين ميثود مشان يظل مثلا شغال البروجرام بده يظل شغال ان وان اكسكيوشن خطوه خطوه، يعني ما بقدر يعمل خطوتين نفس الوقت مثلا خطوه خطوه ذاتس ان وان ثريد. وان ثريد مينز انا ما عملتش ثريدز من مره، لانه الوان ثريد هو تلقائيا بنعمل لك ايه وين بنعمل لك ان ذا مين ميثود. اوكي قلنا اذا بدنا نستفيد من كونكرنسي في عندنا هدفين من كونكرنسي، تو سبيد اب ذا بروسس يعني ان الاشياء تشتغل مع بعض، فاذا كان عندي مثلا مور ذان وان بروسيسر الى اخره ساعتها الاشياء فعلا تشتغل مع بعضها، فانت هنا يو ار سبيدين ذا بروسس، لكن مش هاي الفائده الوحيده. الفائده الثانيه كمان انه ريديوسينج ذا ليتنسي فور or responsiveness of anybody using the system. يعني مثلا انا قاعد حطيت الكرت وبسحب فلوس قررت اني اعمل cancel، هل السيستم بيقدر يرد علي ولا بيقدرش يرد علي؟ وحكينا عنها المره الماضيه وقلنا بهاي الحاله لازم يكون عندك threads، لانه في واحد بيشتغل على cancel وفي واحد بيكون بيشتغل بالعمليه مثلا عمليه الترانزاكشن تبعت السحب. اوكي فتوقفنا احنا هنا فعليا، يعني كل اللي حكيته هو مراجعه للمحاضره الماضيه والمحاضره اللي قبليها. الان اوكي الان طيب بدنا نركز على نوعيه الكوميونيكيشن بين هذول الاوبجكتس. اوكي طبعا اذا انت بتشتغل مثلا على انتيتي اوبجكتس، إذا بتشتغل على entity objects على سبيل المثال شو في عندي entity objects مثل هيك مثلا، هذا إيش؟ هذا بالcontext thread تبع الcard reader شايفينه، هذا thread مع مين بتعامل الthread؟ بتعامل مع one entity object. فأنت لو من يتعامل هذا جزء من الexecution تبع الthread، جزء من الexecution تبع الthread، يعني لو من ينادي هون هاي الميثود هو بينادي ميثود على هاي الانتيتي اوبجكت. اوكي فما بتقدر تقول والله بدي اعمل لها مثلا اسينكرونيس، يعني اذكركم اسينكرونيس شو اسينكرونيا، حكينا انه انت بتكلف واحد بشغله وما بتستناهوش تروح تعمل شغل ثاني، يعني ما بتنتظر الرد. اوكي لكن سينكرونيس لا، انت بتعطي واحد شغل وبضلك واقف مكانك حتى يرجع لك الشغل. فانت لو ما تكون ثريد اوكي طبعا هاي بنرمز لها بيو ام ال هيك، اوكي وهاي بنرمز لها بيو ام ال هيك السهم المفتوح. اوكي فلو ما يكون الثريد بنادي ميثودز باوبجكتس قاعد بيستخدمهم مثل الانتيتي اوبجكتس هذا اكيد دوما سينكرونيس مسج، ليش؟ لانه هو بنادي بس بيعمل اكسكيوشن فور ذا ميثود، يعني هو بيشتغل عليها بلشان فيها. اوكي يعني ما بقدر يكون اسينكرونيس، يعني ما بقدر اقول لنفسه والله انا بدي اكلفك بشغل بدي اروح اعمل شغل ثاني، ما بقدرش لانه هذا يعني with the context of its execution. اوكي يعني هو عباره تخيل كانه بالرن ميثود جويت كارد ريدر نادى الميثود هاي من الاوبجكت تبع اي تي ام كارد. هذا شيء واحد. طيب واذا كان من ثريد تو ثريد الان اصبح في عندك ايش هاي الـ من ثريد لثريد، فعندي this is an execution for card reader وعندي كمان انا execution لمين context تبع مثلا الكنترول reader، شو بكون الكونتكست تبعه؟ بكون هيك ولا لا؟ هيك. لكن هن هون ايش؟ هون بتفاعل هن كمان مع بعض هيك. يعني هون انت دخلت من ثريد لثريد.
اوكي طب كيف بكون؟ طب يعني ثريد لثريد زي شخص لشخص، هل انت بدك تعطيه الان صارت عندك احتمال الجهتين، يا انت بتقول له تعطيه امر بتقول له روح اعمل هالشغله وانت بتروح تعمل بدك اياه، او انت بتقول له روح اعمل هالشغله وبضلك واقف مكانك تعملش اشي بتستنى. اوكي فانت ملاحظين يعني كيف it's an important decision يعني بالديزاين. اذا انا كل ثريد مع ثريد بدي احكي له والله يروح اعمل لي الشغل ده اقعد استنى، يعني بدأت تعطي صاحبك يروح ياخذ لك ورقه على القسم وضلك قاعد مكانك تستنى فيه، كان الافضل انك انت تاخذ الورقه من نفسك للقسم وتعملها لوحدك. يعني اذا كل ثريد بده يستنى شغل الثاني معناته ما فيش داعي، يعني اصلا التقسيم للثريدز ما كان الصحيح. لكن احيانا ممكن انت تحتاج اعطيك، يعني ممكن in the program انه انت تضطر انك فعلا انك تكلف ثريد ثاني بالاكسكيوشن شيء وتستنى الرد. يعني مثلا احنا لو من عملنا ثريدز بتتذكروا لو من اخذنا امثله الثريد قلنا مثلا احيانا دمين مثل دي يعمل جوين مثلا يعني تايلوم يجمع ديتا، يعني احيانا بكون عندك ثريد المقصود منه انه بس يخلصن ثريدز معينات انه يقرا منهن مثلا ممكن يستنى. اذا بدك تخليه يستنى معناته بدك تحط بيناتهم هذول الميثودز، مثلا انه الميثودز اللي كارد انسيرتد هاي اذا بده بس تقول له كارد انسيرتد انه في كارت وتعطيه كل الداتا والكارد ريدر ظل يستنى الكنترولر لانه خلص كل الترانزاكشن، احنا ما استفدناش انه كان عندنا تو ثريدز لانه كارد ريدر ظل واقف مكانه. يعني لو واحد يعمل كانسل ما بقدرش يعمل شيء لانه قاعد انا خليته يستنى. اوكي ف this is a decision، يعني هون like a signal، هون انت بتنادي method فصار كانهن هن one thread فعليا يعني. اوكي ف لكن انت فيك تقول لا انا بدي احكي انه مثلا انه في كرت موجود وانا قرات لك الداتا وخزنت لك اياهم in this object، معناته ايش؟ معناه انا بس بقول له زي اشاره سيجنال اوكي في داتا وبعطيه اوكي. طبعا صارت اسينكرونيس مسج. طبعا اسينكرونيس مسج كيف تنعمل؟ يا تبعث مسج كامله، يعني اذا كانت وذ نتورك ان ذا نتورك مثلا نبعث مسج اوكي نبعث مسج. طيب واذا كانت على نفس السوفت وير مثل طريقه تو ثريدز عادي هو عباره عن فلاج، يعني اذا بتتذكروا يعني قد يكون في مثل جويه الكنترولر في مثلا سيت اي ميثود انه كارد انسيرتد مثلا وبتحط فيها ترو او فولس، بكون عندك جوا بوليان اذا فوق مثلا بيبدا فولس واذا انه ترو معناته في كارت، واللي هنا باللوب بتعمل له مثلا على سبيل المثال زي لوب كل فتره بدور وبقول هل موجود يعني ترو ولا مش ترو مثلا. يعني فيك تعملها بطرق كثير، هاي كمثال يعني اوكي مش افضل طريقه اللي حكيت لكم اياها لكن هي مثال مشان اوصلك للذهن. اذا احنا بعد ما نعمل الثريدز بدنا نقول انه طريقه الكوميونيكيشن خصوصا بين ثريد تو ثريد بدي اعملها سينكرونيس ولا اسينكرونيس، يعني بدي اياه يستنى الرد او بدي اياه يستنى الرد. اوكي هذا آخر موضوع إحنا المرة الماضية توقفنا عنده وبهذا الموضوع، وقلنا يعني آخر كلام على هذا بعد ما يصير عندك methods okay وattributes وعارف علاقات الكلاسز مع بعضهم أنت تقريبا عندك الكود، يعني بس عبارة بدك تأخذ هذا الشيء وتترجمه لكود مثل ما عملته بكورس المودلينج ومثل ما راحين نعمل أصلا بالمادة هاي يعني كمان. اوكي هون بده يصير عندك بدك تفكر انه بدي احط بيناتهم يا انترفيسز يا ابستراكت كلاسز. ليش بالمرحله هاي بنقول انترفيسز ولا ابستراكت كلاسز؟ لان هن معنيات with the methods، يعني متى بكون الشيء انترفيس؟ لو ما يكون الميثودز اللي له ما لهنش امبلمنتيشن، فإذا بتتحمل أكثر من implementation معناته أنا بدي أحط interface. أوكي بدي أحط interface
وخلي الثانيين يتعاملوا من خلال الانترفيس. اوكي، ليش؟ لان ممكن الامبلمنتيشن تتغير. على سبيل المثال يعني انت ممكن تحط انترفيس، وهو المفروض على فكره، بين الكنترولر والاي تي ام والكارد ريدر. اذا انا حطيت انترفيس اوكي، وهذا الانترفيس في ميثود، او مش هون على فكره، لا عفوا هذا واضح، اذا هون الانترفيس تبع الكارد ريدر على سبيل المثال، لا هاي ما لها، شو عندنا ممكن يكون انترفيس، ممكن بين الديسبلاي والكنترولر، لو من انت تحكي له مثلا وذ درو كاش او الى اخره، اذا بتحمل اكثر من امبلمنتيشن معناته انا بدي اكون انترفيس. يعني اذا طلع عندك كلاسز تتحمل اكثر من امبلمنتيشن معناته الميثود بدي ارفعها فوق، ما اعمل لهاش امبلمنتيشن، يا بعملها ابستراكت كلاس يا بعملها within interface. المفروض انت بهذه المرحله يعني عارف شو يعني ابستراكت كلاس وعارف شو معناه انترفيس. ابستراكت كلاس هو كلاس امبلمنتيشن فيه جزئي، يعني في ممكن يكون في اتريبيوت وفي ميثودز وكذا، ممكن تطلع لك على الاقل one method abstract مش not implemented. هون نعمل inheritance والimplementation بيجي على مستوى children. ممكن يكون عندك abstract class مثل ما احنا راحين نشوف ان شاء الله with the next chapters، انه ما فيهوش ولا method abstract، بس انا عملته abstract مشان ما خليش الثانيين يعملوا منه object، يعني حاطه فقط عملية ترتيب لكلاسز. والانترفيس هو عبارة عن ميثودز كلياتهم not implemented. اوكي؟ فما مش يعني هو عبارة عن واجهة واتفاق، وبقول لك كيف مثلا تبعث هاي الأشياء. Any questions قبل ما نبدأ الموضوع الجديد تبع اليوم إن شاء الله. طبعا يعني احنا هنا لو من دخلنا وذا يعني دخلنا مرحله الكود الان، مشان نصل يعني نربط لكم بالاشياء اللي تيجي بالنكست شابترز، some of these classes راح يعني ممكن يتبعن some kind of design pattern من الاشياء اللي راحين نعملهم المره يعني اخر شابتر، يعني اخر موضوعنا راح يكون design pattern بالفصل. فممكن انه هون بدك تطبق على التكنيكس اللي بدنا نتعلم، لان احنا دخلنا مرحله الديتيل ديزاين بس بعد ما حكيناش كيف فعلا نعمل جود كواليتي كود، لانه يعني انت ما بتعرفش احيانا مين تحكيها قبل، تحكي هاي ولا تحكي هذه قبل، لكن هن مربوطات ببعض. اوكي، حدا عنده اني كويستشنز؟ سامعيني؟ سامعينك دكتور. ماشي. إذن الآن architectural patterns، نيجي لموضوع مهم جدا in software engineering اللي هو موضوع pattern. أوكي، أو patterns يعني جمع. أوكي، بغض النظر architectural ولا مش architectural، موضوع pattern مهم. اوكي، يعني ممكن الواحد، طب واللي ما بيعرفش باترنز بكتب كود، بكتب كود يعني، طب بكتب جود كود، ممكن يكتب جود كود على فكره، يعني مش شرط انك تعرفهم حتى انك تكون جود ديزاينر او يعني جود بروجرامر او الى اخره. لكن الباترنز، طب ليش مهمات الباترنز؟ مهمات بعلم منك خبرات اللي سابقينك، اللي سبقوك. اوكي، ف يعني ممكن يقطع على الواحد شوق من الخبره على فكره. اوكي، طب شو هن البادرن؟ البادرن يعني خلينا نشوف معناها اللغوي اول شيء. بادرن اللي هو يعني بالعربي نمط. طب يعني شو نمط؟ اوكي، يعني مثلا انت بتلفونك او غيري، مثلا رحت عملت الباسورد اللي لك، مش بيسموها pattern اذا بتتذكر، وقلت مثلا هاي الباسورد اللي، طب ليش سميناها نمط؟ يعني لانك انت كل مثلا ما بدك تيجي الباسورد اللي لك بالتليفون، تيجي بتعمل نفس الحركه اللي بتعملها كل مره،
فصرت انت اتبعت نفس النمط، يعني انك تفوت التلفون. من هنا اجت كلمه بادر. بادر هي الاشياء اللي بتتكرر، يعني انت مثلا بالاطفال بالابتدائي والغيريه بعلموهم بادرنز. يعني شو بادرنز؟ مرحلتهم طبعا، يعني مثلا ممكن يحكي لك ارقام معينه وين الاشياء اللي بتظلها تكرر نفسها. فمثلا بتشوف انه والله انا بكرر بالطريقه هاي، يعني مثلا انا يعني طريق ترتيب الارقام انه دوما بشعر انه دوما بتكرر. اوكي، فهذا البادر. يعني مثلا بقول 1 3 5 7، فانت شو البادر صار عندك؟ انه بتشعر بعد فتره انه انا قاعد بس بحط الاعداد الفرديه. اوكي، فصار عند البادر انه انا بكرر الاعداد الفرديه مثلا. اوكي، طب شو البادر عندنا موضوعنا هون؟ بقول لك انه احيانا واحنا نكتب كود او واحنا نبني سوفت وير سيستمز بنلاحظ انه دائما نرجع نطلب نفس الريكويرمنتس. يعني في اجزاء من الريكويرمنتس بنضلنا نكررها. يعني مثلا ممكن واحد يجي يقول لك انا بدي اعمل مسج برودكاست. طريقه مثلا لو نصير شغله عندك مثلا بالجامعه، الجامعه تعمل تبعث للناس ايميل. اوكي، يعني هاي ريكويرمنت انك مثلا بدك تبعث مسج لمجموعه مسجله عندك مثل واتساب جروب مثلا. اوكي، بس تحط واحد بوست على الجروب بقول لك ايش وزع هاي المسج. هاي الريكويرمنت تتكرر in many systems، مش بس إنه واتساب، يعني مش خاصة فقط لواتساب. طب كيف بيعملوها بالكود جوا؟ كيف بيعملوها؟ فبيجي واحد بيقول لك هاي مشكلة بتتكرر. يعني احنا لما طبعا استخدم كلمة مشكلة او problem قصد requirements، يعني متطلبات اللي بنكتب لها software. واحد بيجي بيقول لك انا والله عملتها وعندي يعني الكود well designed انه يعمل هالحركة، انه يبعث مسجز للناس بس واحد يعمل بوست. فبيجي بقول لك والله هاي ممكن تتكرر ان بروجكت، خليني اعمل لهم، اخلي الحل اللي انا عملته زي حل عام واقول اي واحد بده يبعث مسجز مثلا برودكاست بالطريقه هاي انا اعطيتك طريقه حل. اوكي، وانت عباره بالضبط بتتذكروا الرياضيات بقول قاف س مثلا س بلس 1، تيجي تقول لك قاف 1 يعني بتروح تحط، هتشعرها with the design pattern. يوم نصل للكود أكثر من هذول architectural patterns هتشعر إنك أنت بس بدك تستخدم pattern، خلص عملية تعويض، بتقول شو بدي أحط محل سين، شو بدي أحط محل صاد بالضبط. يعني أوكي، فأنت لو منقرر إنه أنا بدي أستخدم هذا pattern، الحل عارف كيف الحل العام تبعه، بطبق الحل العام بطلع عندك الديزاين تبعك. أوكي، فالفائدة منه انه انا استفدت من خبرات السابقين. طيب شو كمان الفائدة؟ انه it is a good design. اكيد، يعني ليش اكيد؟ لانه هذول الباترنز اغلبهم صار لهم 30 سنة واكثر من 30 سنة ويستخدمن. شوف قديش اخذن، يعني قديش اخذن مجال للنقد. يعني كم ملايين الناس قد يكون بدون مبالغ، ملايين الناس اللي عرفت عنهم وممكن استخدمتهم او قرأتهم او حاولت تنقدهم، فتحملن كل هاي المدة لناس كثير، معناته اكيد they are good design. اوكي، طيب، طب لو انا بدي اعمل المشكلة اللي قدامنا هاي انه post a message ووزعها مثلا الناس، بقدر اعملها لحالي؟ بتقدر تعملها لحالي، لكن انا يعني معني بحبش اقول 100% بس المره هاي بدي اقولها 100% حل البادرن هيكون احسن من حلك. يا انت بتطلع بالبادرن لوحدك بدون ما تعرف، وهذا احتمال، يعني انت فكرت مش يعني هو اللي طلع بالحل الاصلي مش اذكى منك فطلعت نفس حله، او انه حله احسن من حلك. ليش؟ لانه حله اخذ مجال واسع سنين وسنين من هالناس، يعني تفحصته. اوكي،
هون اهميه اولى للبادرن انه انا بستخدم ديزاين مجرب. اوكي، انا اذا عندي مشكله ليش ما استخدم واحد شيء مجرب؟ اوكي، هاي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا شخصيا بشوفها مفيده تماما، انه انا بحب اشوف كيف الناس خصوصا with the design pattern، يعني لو انتصل للكود، اوكي، اكثر من هذول اللي موضوعنا اليوم، بحب اشوف كيف الناس، احنا بنقول بدنا نطبق مبادئ معينه حتى يكون عندك good design، كيف البروجرامز كانوا فكروا تيطلعوا بهاي الحلول. لا، انا بهمني انك كمان تهتم طريقه تفكيرهم كيف بقوا فكروا، اوكي، حتى يطلعوا بهاي الحلول. فأنت بتستفيد من خبرات اللي قبلية. معناته كمتى بستخدم البادرن مهم جدا. فأي شيء سواء architectural patterns أو design patterns اللي راح تيجي معانا على مستوى الكود، number one لازم ممنوع تتعلم أي pattern قبل ما تجاوب لنفسك when to use this pattern. When to use this pattern. Okay. When to use it. اوكي، ليش هذا السؤال مهم؟ لانه الهدف مش استخدام بادرن معين. البادرنز فكر فيهم زي ما انت بتروح تستخدم ليست اند اري او ماب او غيريه وين بجافا مثلا. طب انت متى تستخدم ماب؟ يعني انت لما تروح تكتب بروجرام بتقول والله انا اليوم بروح لازم استخدم ماب، لازم استخدم هاش ماب، لازم استخدم اري. لا، انت بتكتب كود، واذا احتجت الاري بتنزل الاري، واذا احتجت الماب بتجيب الماب. يعني هن ادوات، وبدي اياكم تفكروا بالطريقه. يعني انت اليوم انت بدك تكتب كود، اذا احتجت بادر معين بتجيب البادر كاداه. يعني لا تلوي اعناق الامور حتى تجبر استخدام شيء معين، لانه بيقولوا لي مثلا مشروع التخرج في بعض الناس مثلا بعض الدكاتره بيحبوا يسالوا تستخدم شو البادر اللي استخدمته مثلا. اوكي، لا، هو اذا انت عارف متى تستخدمه هيطلعوا معك لحاله، هيطلعوا معك لحاله. اوكي، فلازم تعرف دائما متى بتستخدم هذا البادر. طب واذا انا استخدمت البادرن الغلط معناته it's a bad design. يعني زي واحد ما بيسالك سؤال بتروح بتجيب حل سؤال ثاني وبتعطيه للسؤال هذا، اكيد غلط. احيانا بكون يعني very bad. اوكي، يعني فعلا يعني it's a very bad design انك تستخدم the wrong pattern بالمكان الغلط. فانت اول شيء لازم تعرف شو لو متى استخدم هذا الشيء. اوكي، لما انت تقرر انا بدي استخدم this pattern، pattern معين، الان بقول طيب كيف الحل تبعه؟ يعني السولوشن اللي بودي لي اياه، بقول لي هذا السولوشن اللي لي، هيك انت بتعمل الامور. باجي بحط الحل العام، وباجي انا زي ما قلت لك زي الرياضيات قاف س تذكروا، باجي بعوض مكان الاشياء على حل البادر. اوكي، اوكي، الآن البادرن معناته في نوعين عندنا من البادرنز. احنا قلنا الديزاين مرحلتين، software architecture and design، عنوان الكورس. معناته المرحلة الأولى architectural patterns، والمرحلة الثانية design patterns. اوكي، يعني انت أول مرة بتقول architectural pattern، وطبعا في ناس سموهن بيشيلوا البادن بسموهن architectural styles، نفس المعنى. اوكي، والمرحلة الثانية بس design patterns. إذا قلنا بس design pattern معناته هنا بنحكي عن الكود اللي راح تيجي معنا بعدين. يعني بالحياة العملية واحد يقول لك design patterns قصده اللي راحين بآخر الفصل نتطرق لهم. اوكي، ونأخذ مجموعة منهم إن شاء الله. هذا الكود، كيف تحط الكلاسز، كيف تربط الكلاسز، كيف يطلع عندك الكود إلى آخره. إذا هنا كود فتنا جويت الكومبوننتس. أوكي، architectural pattern شو هدفهم؟ هدفهم إنه يطلعن بالسوفتوير with the software architecture.
طب شو السوفتوير اركيتكتشر؟ مثل ما حكينا سوفتوير اركيتكتشر ان اقسم السيستم انتو كومبوننتس، صح؟ كيف بتفاعل مع حضور الكومبوننتس ببعضهم، وكيف بتفاعل مع محيط ايش؟ محيط السيستم، يعني محيط الانفايرمنت تبع السيستم. اوكي، معناته شو هدف الاركيتكتشرال باترن او الاركيتكتشرال ستايل؟ هدفهم بيساعد انك احيانا كيف تلاقي هذول الكومبوننتس، يعني كيف تقسم السيستم تبعك لاجزاء كلياتهم. يعني شو هدفهم كلهم اللي رايحين نتطرق لهم هون؟ كلياتهم اذا بتفكر فيهم كيف يطلع من هذول الكومبوننتس. اوكي، طيب واذا بديش استخدم باترنز، معناته انت لازم اذا بعدك مرحله الاركيتكتشر انت بدك تطلع بالكومبوننتس لحالك. اوكي، واذا مرحله الكود انت بدك تطلع، بدك تلاقي حل اخر. اوكي، يعني تكش تستخدم البادن، لازم بالاخير تكتب الكود. تمام، يعني استخدموا انه هي عمليه reusing other people solutions. We reusing other people solutions، يعني انت بتعيد استخدام شيء بدال ما تصنعه لحالك. اذا architectural pattern هدفهم ايش؟ يلاقي لي الكومبوننتس، لانه هدفهم السوفت وير اركيتكتشر. ديزاين باترنز هدفهم الي يظبطن لي الكود، كيف اعمل كود. اوكي، بناء على ايش؟ متى استخدمهم؟ يعني شو الريكويرمنتس اللي قدامك اللي انا بدي اكتب لها كود مثلا؟ في باترن بحلها ولا فيش باترن بحلهاش؟ وانا على فكره بطالب كيش تستخدم ديزاين باترنز حتى مشروع الماده، لانه انا ضد انك تجبر الاشياء على استخدامها. لكن اذا شفت عندك شيء كان يحله باترن وانت مش مستخدمه، يا تثبت لي انه حلك احسن من حل الباترن اللي درسناه، اوكي، او بدك تبرر ليش ما استخدمتش بادر معين وكان الحل عندك حل متوفر عندك احسن من الحل اللي اخذته. يعني انا ما بيهمني انك تستخدم بادر ولا لا. يعني احيانا في ناس تجبر الاشياء بيطلع الحل تبعهم، يعني يا ريتك ما استخدمت البادر، يعني غلبك على الفاضي وعقد الامور على الفاضي يعني. اوكي، فبدنا نعرف انه عندي اشياء بعرف متى استخدمها وانا بجيبها عند ما بحتاجها. اوكي، هاي مقدمه سريعه عن architectural patterns and design patterns. فالان بدنا قبل ما ندخل يعني اي حدا عنده اي سؤال، يعني هاي مقدمه، لكن اذا في كلمه راح تشوفها بالمنام عندك من هذا الكورس هي pattern. اوكي، فيعني ملحقين انك اذا بعدك مش، بس اهم شيء انك تكون فعلا عارف الكلام اللي حكيناه، يعني مهم. اوكي، طيب اذا ما فيش اي سؤال الان نبدا باركيتكتشرال باترنز اللي هي هون. لكن قبل ما نبدا باركيتكتشرال باترن بدنا ناخذ مقدمه شوي عن السيستمز. احنا عندنا لو بدنا نعمل اركيتكتشر، شو يعني اركيتكتشر؟ معماريه النظام، يعني كيف بدي اعمره، يعني كيف بدي اعمره معناته كيف بدي اقسمه الى اخره. فلازم اعرف شو هالانظمه الموجوده، لازم اعرف انواع السيستمز. فهاي السلايد تعطيك مقدمه شوي، اوكي، يعني مراجعه شوي لاشياء مرت معك، اوكي، او المفروض مرت معك. اوكي، فمثلا يعني انا بحب اتعلم الاشياء بمثال. خلينا ناخذ مثال، يعني لو حكينا عندي انا هنا كالكوليتر، الآلة الحاسبة اللي على تلفون، والكالكوليتر انت يعني بتستخدمها. اوكي، وعندك طبعا عدة عمليات، مثلا ضرب، جمع الى اخره. اوكي، فانت لو هاي الكالكوليتر اللي بتستخدمها وبتجمع ارقام وتضرب ارقام الى اخره، انقطع عنك النت، يعني no internet means no network. هل بتظلك قادر تستخدم الكالكوليتر او هاي الآلة الحاسبة على تلفونك؟ طبعا الجواب نعم. اوكي، لانه ليش؟ لانه هاي الكالكوليتر مش بحاجة سوفت وير ثاني من مكان اخر انها تستعين فيه.
يعني مش راح تقول والله لا والله انا بعرفش اجمع لحالي، خليني اروح اودي عملية الجمع مثلا لبرا ويجمع لي اياها كمبيوتر ثاني ويرجع لي الجواب. لا، هي قادرة انها تعمل كل الشغل محليا. ما دام قادرة انها تعمل كل الشغل محليا، معناته لو قلنا نو نتورك معناته ايش؟ معناته بضل نشتغل. هاي النوعية من السيستمز واللي عادة بسموهن ابلكيشن، لانه يعني مكان واحد بس هي سيستم. اوكي، يا بتسميها لوكال سيستم محلي لاني بقدر اعمل كل شغلي مكاني، يا بسميها مثلا اندبندنت يعني مستقل عن كل الدنيا، انا قادر مدبر حالي بحالي بعمل كل الفانكشنز اللي مطلوبه مني لوحدي. ستاند الون تمام معناته واقف لحالي، او اي معنى اخر من هذا القبيل. اوكي، طيب هذا نوع من انواع السيستمز، انا مش بحاجه اي شيء اخر. طيب الان لو انا قلت ولا هاي الكالكوليتر صارت مور سوفيستيكيتد، اوكي هاي الكالكوليتر مش بس تعمل جمع وضرب وكمان فيها عمليات، مثلا هاي حطينا تاب هون ومثلا واحد تو كالكوليت والثاني قلنا مثلا مثلا ايش كرنسي كونفرجن يعني تحويل العملات، ولو ما تضغط على العملات تقول مثلا انا بدي احول من الدينار الاردني لليورو قد ايش سعر العمله باللحظه هاي، مثلا العمله بتطلع وتنزل يعني بتختلف بالدقيقه. اوكي، اذا الان لو من انت تقول انا بدي احول من عمله لعمله، الكالكوليتر ما عندهاش كل المعلومات محليا، شو بتيجي بتعمل؟ بتقول اوكي، بتودي طلب لسيرفر مثلا، خلي هون في عندي سيرفر لمكان معين لشركه تحويل عملات لاي مكان يعني، وبتروح عليه اوكي وبتقول له مثلا قديش مثلا اليورو اليوم سعره وقديش وبالدولار وقديش الدولار مثلا والدينار الاردني. المهم تجيك المعلومه، بتيجي بتعرف النسبه بين الدينار والدولار الان، وهنا بتيجي بتربهم مع بعض تطلع لك الجواب. طب الان هذا سيستم واحد، يعني شو معنات سيستم؟ سيستم في اشياء بتتفاعل مع بعضها حتى انجاز مهمة معينة، يعني هذا تعريفي انا شخصيا للسيستم. سيستم يعني اجزاء تتفاعل مع بعضها لانتاج مهمة معينة. اوكي، لكن الاجزاء هاي قد تكون مكان واحد، قد يكون جزء واحد مكان واحد، وقد يكون موزعات على اكثر من مكان، مثل ما هو هون صار عندي السيستم، صار في عندي شيئين، الكالكوليتر اللي على تلفونك وعندك سيرفر تبع اللي بيعرف قديش اسعار العملات. اوكي، فبتتعاون بين بعضهن حتى انه يقدر يعمل شغله. اوكي، هاي النوعيه من السيستمز احنا شو بنسميها؟ ديستريبيوتد سيستم. Why do we call it that? Because they are distributed. يعني موزعات، موزعات وين؟ على منطقة جغرافية. يعني شو منطقة جغرافية؟ مكان مختلف. طبعا المنطقة الجغرافية والمكان قد يكون انه لابتوب وبجنبه لابتوب على نفس الطاولة، وحتى بتفاعل مع بعضهم with Bluetooth مثلا، او بتفاعل مع بعضهم with the local area network، او قد يكون مش بجنب بعض، قد يكون هذا ببلد وهذا ببلد تو كمبيوترز وبتفاعل مع بعض مثلا من خلال النت، وقد يكون هذا على الارض والثاني على القمر عادي. يعني انهن مش موجودات على نفس الديفايس، صارت عندك تو ديفايسز. اوكي، تو ديفايسز معناته مكانين مختلفين. اوكي، فانت ممكن تقول طب شو ديستريبيوتد سيستم؟ قول لما يكون بارتس اوف ذا سوفت وير نوت وذين ذا سيم بليس over geographical area. That's one definition. في ناس بقول لك طب كيف بدي نصل لبعض؟ بدي نصل لبعض من خلال نتورك. يعني لو انه ما فيش عندك نتورك شو بصير؟ الكالكوليتر بتبطل تقدر تعمل تحويل عملات.
فمعناته في ناس بيجي بقول لك بيعرفوا لك ديستريبيوت السيستم مثلا زي ما احنا عاملينه هون، بقول لك ار دي كومبوزد. شو يعني دي كومبوزد؟ يعني مقسمه انتو مالتيبل بروسيسز. بروسيسز يعني زي ابلكيشنز، يعني احنا حكينا بروجرامز، رانين بروجرامز بقينا نحكي عنهم. فعندك رانين بروجرام على السيرفر، وعندك رانين بروجرام على التلفون اللي هو الكالكوليتر. هاي معناتها that typically collaborate with each other through a network. لازم يدخل من خلال النتورك ولا كيف؟ كيف تنصل عن بعض؟ تنصل عن بعض من خلال النتورك. فممكن يعني واحد يجي يقول لك مش over geographical area، بقول لك لا بدي نحتاج ان النتورك حتى يصلن لبعض. معناته هن implicitly ضمنيا implicitly that they are not in the same place. هذا معناه distributed system. هذول very basic تدرسوهم بالأساسيات على فكرة. أوكي؟ يعني أول كورس تاخذه. طيب الآن صار عندي إيش؟ صار عندي this distributed system للكالكوليتر. أوكي؟ طب الآن لو طلع عندك أنت مش لحالك، طلع عندي another calculator كمان. ايش كمان بروحوا على نفس السيستم، وانظر واحد شخص اخر، وهكذا ممكن يوصلوا 1000 2000 مليون مليونين كلهم بروحن on the same server. Is this distributed system? Yes, it is distributed system. انا عندي الكلاينت، صار عنده الكلاينت بهالحاله اللي هو الكالكوليتر، في منها اكثر من واحد، اكثر من واحد شابك على نفس، وين على نفس السيرفر. So it is distributed system. Okay. طيب طيب في مشكلة with this architecture. اللي عملناه قدامنا architecture. احنا قدامنا الآن architecture. عمرنا system، حطينا server وشبكنا معاه calculators. يعني مش شرط انه نرسم using UML architecture. انا كيف بدي اعمر السيستم. Okay. طيب شو المشكلة with this architecture؟ يعني ليش هاي مقدمة عن اللي بدنا ناخذه؟ يعني بدنا نفهم أنواع الarchitecture. هون شو المشكلة with this architecture؟ إذا اطلعت على this architecture فكرت فيه، قلت طيب لو إنه السيرفر هذا مثلا went down، يعني أنت حاط سيرفر في مكان معين وانقطعت عنه الكهرباء، خلاص يعني مات. كيف شو بصير للكالكوليتر؟ زور بطل نقدر نشتغل، بطل نقدر نحمل العملات. ليش؟ لانه اعتمد على نقطه مركزيه. يعني السيستم the whole architecture depends on a centralized point، على نقطه مركزيه. اذا سقطت سقط كل السيستم. اوكي سقط كل السيستم ماشي. ف لهذا السبب مثلا ببعض البلاد مثلا بتلاقوا بحطوا كل شيء بالعاصمه، واذا عدو احتل العاصمه سقطت البلد كلها لانه ما في كل شيء بالعاصمه. اوكي فهذا غلط. هاي النوعيه بنسميها centralized computing. ممكن احيانا الواحد يعمل سنترلايز كومبيوتنج كل شيء على السيرفر، لكن لو سقطت اوكي بشغله مره ثانيه، مش كارثي مثلا. ممكن يصير اذا الواحد يعني بده يشتغل بالطريقه هذه. اوكي لكن this one we call it centralized computing، يعني حوسبه مركزيه اذا بدي اترجم. اوكي طبعا ممكن يكون مش بس نقطه مركزيه واحده، ممكن يكون اكثر من مكان with the architecture. لو سقط بسقط كل الاركيتكتشر. طبعا centralized computing لكن نفس هو distributed system لكن centralized computing. يعني شو computing؟ computing يعني مثل كمبيوتر، من الكمبيوتر جاي من compute. انت معناته الحوسبه. يعني شو الحوسبه؟ انه سوفت وير شغال اللي بيعمل المهمات الرئيسيه اللي بنعتمد عليه. يعني لو سقط سقط كل شيء. ف this one we call centralized computer. اوكي طيب
طب لو سقطت كالكوليتر ما بهمنيش، لأن مشي النقطة المركزية اللي بيعتمد عليها السيستم. يعني لو تطفي تلفونك عادي السيستم يضل شغال، لأنه أنت مش النقطة المركزية. في الآن مشان هاي قصة النقطة المركزية، أوكي، شو بيجي بحكي لك؟ حكوا لك لا، طيب حط لك مجموعة من السيرفرز، سيرفر سيرفر سيرفر، أوكي، وأربعة سيرفرز حطينا هون، وممكن تحط 1000 سيرفر، 100,000 سيرفر، يعني كلاود كامل. مو شو الكلاود؟ عبارة عن سيرفر، مجموعة من السيرفرز، أوكي. الآن طيب لو 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 سقط لو سقط سيرفر معين، هل هذول بطلوا ينخدموا؟ لا، بضلهم ينخدموا لأنه في فوت سيرفر ثاني. أوكي، إذا ما صرناش نعتمد على نقطة مركزية. هاي النوعية من الديستريبيوتد سيستمز نسميها ديستريبيوتد كومبيوتين. ديستريبيوتد كومبيوتين، شو يعني ديستريبيوتد كومبيوتين؟ انه ما فيش عندي نقطة مركزية، اذا سقطت سقط كل شيء. اوكي، اي هاف مور ذان وان سيرفر. طبعا كيف تخلي السيرفرز كيف والله يعرف اي سيرفر يدخل الى اخره، هاي هنتطرق لهم. يعني احنا يعني ان شاء الله حتى with this chapter هنتطرق لبعض افكار كيف تعملهم. اوكي، لكن هون صارت ديستريبيوتد كمبيوتر. كثير من الطلاب انا لاحظت يعني بضلهم مشوشين، يعني فكر انه سنترلايز كمبيوتر معناته مش ديستريبيوتد سيستم. طبعا هذا لانه دراسه يوم يومين ساعه ساعتين قبل الامتحان يعني. اوكي، بدي اسمع كل الريكوردد للليكتشرز بيوم واحد. اوكي، ف لا، هو سنترلايز كمبيوتر نقطه مركزيه، اذا سقط سقط السيستم، بس انه السيستم مقسم على اكثر من مكان، فهو ات از ستيل ديستريبيوتد سيستم. اوكي، ف يعني حبينا نعطي هاي المقدمه عشان نضلنا نفرق بين هاي الاشياء، لانه نصير نحكي يعني ما نقول ديستريبيوتد سيستم، نقول سنترلايز كمبيوتر، بدنا نحكي ديستريبيوتد كمبيوتر، فبدنا نعرف عن ايش احنا قاعدين نحكي. اوكي، يعني بدنا نعرف انه على ايش احنا قاعدين نحكي. اوكي، حدا عنده اي سؤال؟ سو فار سو جود، ان شاء الله. اوكي، الان ندخل with the architectural patterns او styles. اوكي، وهناخذ اربع انواع ان شاء الله. اوكي، برجع بذكر زي ما حكينا، اول اشي على اي pattern بدي اقول متى بدي استخدم هذا البادر، فلازم اول شيء نفهم فعلا متى بدنا نستخدم هذا الشيء. الشيء الثاني، احنا موضوعنا الان architectural patterns، معناته احنا موضوعنا كيف نقسم السيستم لاجزاء. يعني البادر بيساعد لنا نطلع كومبوننت، ما بيساعد لنا نطلع كود. متى من نطلع كود؟ مع النوع الثاني اللي هو design patterns، لما نفوت جوية الكومبوننت. اوكي، في نوع من الانواع، اول واحد اللي هو data centered system. شو يعني data centered system؟ data centered system مثل الاسم ما بحكي، data center، في data مركزيه، data او data يعني بتضبط الثنتين. اوكي، فانت بتحط this data بالنص. Okay. وفي ناس، يعني قصدي بناس سواء يعني سوفت وير، ناس بيستخدم سوفت وير او سوفت وير كومبوننتس، او ناس بيستخدم تليفوناتهم، هو التليفون سوفت وير، بصير يدخل ان الداتا. Okay. اذا the way they communicating with each other through this data. وانا ما حبيتش احط داتابيس، لانه كلامنا مش محصور فقط على الداتابيس. تمام، مش محصور فقط on the database any kind of data. اوكي، لكن database بتكون اشهر واحد ان نستخدم زي database. اوكي، طيب شو يعني هيك بتواصل من خلال الداتا؟ يعني مثلا على سبيل المثال
عشان ناخذ كمثال، انت بتفوت مثلا وسجلت كورس معين، اوكي، فتغيرت الداتا وحط كورس معين بالداتا تحت اسمه، اوكي. باجي انا مثلا كمدرس باجي بقول اعطيني اسماء الطلاب مثلا المادة انا بدي ادرسها الفصل هذا، اعطيني اسماء الطلاب اللي مسجلين فيه، ممكن يعني، وبطلع اسمك مثلا مع هاي القائمة، اوكي. انا وانت بنعرفش بعضنا، يعني بنعرفش ان يعني ما بنعرفش عن بعضنا شيء، انه عبارة واحد بروح فوت بعدل ديتا والثاني ممكن يقرأ ديتا، واحد بفوت يعني في ناس بتفوت بتعدل بالديتا وناس بتفوت تقرأ بالديتا، بتقرأ وبتبقى كله من خلال مين؟ من خلال this data. شفتوا كيف الديتا صارت مركزية بالنص؟ وهي مختلفة عن centralized على فكرة كمبيوتر. انا ما قلتش وين هاي الديتا موجودة، اذا موجودة على one computer معناته اذا الداتا اذا الكمبيوتر الموجود عليه الداتا بيس هذا سقط صار سنترلايز كمبيوتر هون، لكن ممكن الداتا هاي ايش ممكن تكون على اكثر من سيرفر، يعني هاي كلياتها داتا على 4 سيرفر مثلا، ف هي داتا سنترد سيستم، انه الموضوع عندي انا بشتغل على الداتا وبجيب الداتا، اوكي. الكلام الرسم الخرابيش اللي طلعنا فيها على هاي السلايد، هاي اركيتكتشر، اوكي. شو هذا الاركيتكتشر مثلا؟ هذا اول يعني احنا بالديتا سنترد نغطي نوعين من الاركيتكتشرال بادرز على فكره. النوع الاول اللي هو ريبريزيتوري. شو يعني ريبريزيتوري؟ يعني ديتا، بس ما حبوش يقولوا ديتا بيس. ريبريزيتوري اركيتكتشرال ستايل، وقلنا ستايل يعني معناته كمان بادر نفس المعنى هون يعني، اوكي. فريبريزيتوري اركيتكتشر ستايل، شو يعني هذا ريبريزيتوري اركيتكتشر ستايل؟ اللي حكيناه هون نفسه، شفتوا كيف؟ يعني this is an architecture. يعني انت عندك مثلا في عندك احيانا software، والsoftware قاعد بتعامل مع مين؟ من خلال الداتا، مثل ما قصة قلت فوت سجلت كورس واخذت كورس، هذا مشان تصل المعنى، لكن ممكن يكون software components، يعني مثلا software components مسؤولة عن registration وsoftware components مسؤولة عن reports، طبعا ولا رسم من قدامكم يؤمن يعني، اوكي. يعني مش موضوعنا ان نعبر عن الشيء بيؤمن، ممكن نعبر عنه بيؤمن، ممكن ما نعبرش عنه بيؤمن. وانا يعني اذا امتحان او كذا، اذا ما قلت لكيش حددت كيش يؤمن، فيك تعبر عنه باي طريقه بدك اياه يعني، اوكي. ف this one ايش عندي؟ تو software components وعندي data هون اللي هي repository. فمثلا كيف بيجي واحد مثلا بقول انا بدي اعمل registration، هاي مسؤوله عن registration، تعمل registration بعدين تعمل update to the data. وهاي الريبورتس مثلا عن ايش مسؤوله؟ هاي مثلا هاي كل منتصف الليل مثلا ميد نايت الى اخره، شو بتيجي بتعمل؟ بتصحى او الى اخره وبتقول خليني اعمل ريبورتس ووزعه على ناس معينين، اوكي. شفتوا كيف؟ يعني اوزعه على جهات معنيه، اني مثلا ممكن مثلا أودي إيميل لرئيس الجامعة أقول له أكم طالب عندنا بالجامعة صار بده يسجل الفصل مثلا، بس يقول له مثلا عندي 10,000 طالب مثلا، المعلومة هاي بتهمه، أوكي. أودي مثلا على عميد كلية وأقول له مثلا أكم طالب سجل صار عندك تخصصات كلية، وهكذا يعني بوزع بعمل ريبورت. طيب الريجستريشن كومبوننت in this case، طبعا ليش انا بحكي كومبوننت؟ لانه جوا عده كلاسز، يعني في كود كثير بيشتغل هالشغل، والريبورتس في كود كثير جوا بيشتغل الشغل، فاحنا بنقول جزء من السيستم، اوكي. فطيب هل الريجستريشن سوفت وير او الريبورت سوفت وير له علاقه مع بعض بطريقه مباشره؟ لا، الكل بيحكي من خلال الداتا. هذا النوعية اسمه Repository Architecture Style.
الكل بيحكي من خلال الريبوزيتوري، بيعمل ابديت وبيعمل ايش، وبيعمل ريد، اوكي، وبيعمل ريد. احنا بالحياه العمليه يعني لو ما نتعامل مع شغله بنقول احنا بنحكي مع السيرفر، طب هو السيرفر جوا هيكون مقسم لكومبوننتس، اوكي، لسوفت وير. يعني هون الاركيتكت اللي قسم الكومبوننت حكى انه انا هذا السيستم عندي بيعمل عده مهمات، احدى المهمات بيعمل ريجستريشن، شفت كيف عناوين عامه، احدى المهمات بيعمل الريبورت والثانيات، اوكي، الكورس فيدباك والى اخره، فقسمه لعده كومبوننت وحكى هو الكل راح يحكي من خلال الداتا، اللي بده إشي بروح على الداتا وبجيب اللي بده اياه من الداتا، واللي بيعمل شغله بحط نتيجه شغله بهالداتا. فذيس وان اسمه ريبوزيتوري اركيتكتشر ستايل. طبعا قلنا متى تستخدمه، متى تستخدمه، لما يكون عندك في داتا محور الموضوع، هو اسمه اصلا يعني المشكله اللي بدنا نحلها داتا سنتر، كله حيول الداتا، وبدي اخليه ايش، ومنه التواصل كله من خلال الداتا، بديش اخلي الريجستريشن يقول للريبورت انا عملت ريجستريشن مثلا اعمل الريبورت، لا، ولا بقول له انه في لك داتا بالداتا ولا شيء، ما فيش اي علاقه بين الكومبوننتس، كله بحكي من خلال الداتا. وهي مهمه ان نعرف هذا الشيء، انه هذول الكومبوننت ما لهم علاقه ببعض. انت لو ما تروح تسجل لكورس مثلا، وانا اروح اقرا مين اللي مسجل للماده مثلا، قائمه الطلاب تبع الماده، انا وانت ما نتعاملش مع بعضنا بطريقه مباشره، كله من خلال الداتا، واحنا ما ندريش عن بعضنا، يعني لا انت تدري متى انا بدي اقرا، ولا انت بتعرف، ولا انا بعرف متى انت مثلا بتسجل او بتسقط الماده او بتغير او بتغير شعبه الى قريب، انت بتغير، اوكي، لكن احنا متى بنعرف عن بعضنا، لما احنا نروح على الداتا ونقرا الداتا. هاي مهم نعرف. ليش مهم نعرفها؟ لانه في نوع ثاني من الاركيتكتشرال باترن كمان بنقطتنا اللي هو الداتا سنترد اركيتكتشر. شو النوع الثاني؟ النوع الثاني فكرته شو بحكي؟ فكرته بقول لك انه انا عندي، تخيل انت قاعد ان كلاس روم، غرفه صفيه، وعندنا اللوح اللي على وين؟ اللي على الحيطه، اوكي، واجينا قلنا احنا بدنا نحل مسائل رياضيه مثلا، حسابات، قلت حكيت لكم انه هاي الحسابات حتى نعمل مساله كامله هنحتاج جمع، وهنحتاج ضرب، وهنحتاج طرح، وهنحتاج ممكن قسمه، وهنحتاج، اوكي، وحكيت لكم، قلت لكم مين اللي بيعرف يعمل ضرب، طلعوا ناس قالوا احنا بنعمل ضرب، فقلنا انتم مجموعه اللي بيعمل الضرب. This is a component، مجموعه من السيستم اللي احنا بنتفاعل مع بعضنا، في كومبوننت متخصصة بعمليات الضرب، وفي ناس قالوا احنا بنعرف نعمل جمع ومتخصصين بعمليات الجمع، وفي ناس قالوا لا احنا بنعرف نعمل طرح ومتخصصين بعمليات الطرح، وهكذا. الان انا حكيت لكم اوكي انا راح اشرف على المسألة اللي بدنا نحلها مع بعض، فأجينا مثلا حكينا مثلا قلنا على سبيل المثال 60 ضرب 60 وعملنا هيك. أنا لأني بعرف إن كل مجموعة شو بتعمل، كل مجموعة هون بترادف عندنا كومبوننت من سوفت وير، فبعرف مين اللي بيعرف يعمل، يعني مش راح أطلع واحد من اللي بيعمل وقالوا بنعمل الجمع لأنه ما بيعرفش يعمل ضرب، هو فقط متخصص 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 متخصص، وهذا شيء مهم. يعني انت كيف بتقسم الكومبوننت؟ بتقسمها كل واحد حسب تخصصه. انت معناته بدي اطلع مين؟ بدي اطلع اللي بيعرف يعمل الضرب. فباجي بقول ايش؟ اوكي اطلع يا
يا الناس اللي بيعرفوا يعملوا الضرب اطلعوا اعملوا لنا الضرب، واجيت حكيت مثلا هذا الضرب اوكي وطلع لي الجواب ماشي وخلص شغله. الان انا مثلا بدي اعمل ايش؟ بدي اعمل مثلا جمع. انا بعرف مين اوكي اللي بيعرف يعمل جمع، بقول له واحد يطلع منكم يعمل جمع اوكي. هذا بالضبط بالضبط النوع الاركيتكتشر الثاني اللي احنا بنسميه بلاك بورد، بلاك بورد اركيتكتشر. يعني بلاك بورد اركيتكتشر، بلاك بورد اركيتكتشر بقول لك لا مش اي واحد بفوت على الداتا وبطلع، لا هو ما بيعرف. احنا كلياتنا بنتعاون حتى نعمل one requirements مهمه واحده اوكي، من كلياتنا بنتعاون حتى نعمل مهمه واحده. ما فيش واحد مننا بيقدر يعمل كل الشغل لحاله، فقسمنا مين تخصص الضرب مين تخصص الجمع، فعملنا 3 components هذول المتخصصين او اللي احنا رايحين بعد شوي نسميهم وركرز. مهم هم اللي بيعملوا الشغل الحقيقي. يعني مين بيعمل الشغل الحقيقي؟ انا بعمل الشغل الحقيقي هون اللي كنت اقول لك اطلع، لا اللي بيعمل الشغل الحقيقي مين؟ انتو مجموعات الضرب والجمع والى اخره. هذول وركرز، هذول المتخصصين بجزء معين من المهم. لكن ما في واحد من الوركرز بيقدر يخلص كل شغله لحاله، لا احنا قسمنا اوكي قسم. الان وهذا هو الاسم اجى منه اللوح اللي على الحيط، هذا بلاك بورد. طبعا انا يعني ما يعني ما عم بجوز والله مره شفت بلاك بورد، يعني لما بقى جرين بورد بتذكر واحنا صغار اوكي. فالمهم بلاك بورد، بلاك بورد شو هو؟ الداتا. احنا لهذا السبب قلنا هذول داتا سنتر سيستمز، فذيس از ذا داتا. اذا صار عندي تو كايند اوف كومبوننتس، اول كايند وركر، طبعا احنا قلنا وان كايند لانه الجمع والضرب والهذا، هذول 3 انستنسز يعني ثلاث انواع من نوع وركر، ثلاث اشياء من نوع وركر اوكي بيعملن شغلهم. وعندي داتا اللي الموضوع بدور حولها، احنا بعده داتا سنتر. ليش داتا سنتر؟ لانه كلياتنا بنكتب بالداتا وبنقرا من الداتا، لكن مش على روسنا زي ما كنا نعمل قبل شوي بالريبوزيتوري اركيتكتشر. لا احتاجنا مين؟ احتاجنا كومبوننت نوع اخر تنسق العمليه كلها، هي اللي بتقول مين اللي بده يشتغل بعد شوي. بناء على ايش؟ بناء انه رومان مثلا تبع الضرب خلص شغله، قال له يا مدير انا خلصت شغلي اوكي، خلصت شغلك الان شو بدي اعمل؟ جيب اللي بيعرف يعمل كمل الشغل. فصار عندي الان 3 kind of component اوكي. وهذا معنى مين؟ بلاك بورد اوكي. بلاك بورد، بلاك بورد في عندي نوع اللي هن الوركرز اللي حكينا عنهم، وعندي نوع اسمه الداتا، وعندي اللي سميناهم بالسلايد داتا مانجر او سميه داتا كوردينيتور او سميه كنترولر او سميه اللي بتسميه. المهم انت بتكون عارف شو قصدنا، هو اللي بيختار الوركرز يشتغلوا. هذا مش عمليه سنكرونايزيشن زي اللي بقينا ندرسها بكونكرنسي مين بفوت الداتابيس، لا هذا اللي بيعرف، اللي بيعرف الصوره الكامله، بيعرف مين كل واحد بيعرف يعمل شغل، يعني بيعرف مين بيعمل الجمع مين بيعمل الضرب مين بيعمل القسم. هو ما بيعرفش يعمل قسم وبيعمل جمع لحاله، هو بيعرف مين اللي بيعرف. فلو من يكون عنده بده ضرب فبطلع مين؟ فبطلع اللي بيعرف يعمل هاي العملية اوكي. فهو زي بنسق اوكي ماشي. فthat's what's going on، يعني those kind of components.
طيب شو الفرق بينه وبين الريبوزيتوري اركيتكتشر؟ الريبوزيتوري اركيتكتشر ما لهم علاقه ببعض الكومبوننتس، الكل بفوت بيعدل والكل بفوت ايش؟ الكل بفوت بيعدل والكل بفوت بقرا الى اخره بدون منسق. ليش؟ لانه احنا كل مهمه بدي اعملها، يعني مهمه الريبورتس لو من كانت تون هو بيعرف يعمل ريبورت، بفوت وبيخلص مهمه الريبورتس، ما بده تعاون مع الثانيين. ريجستريشن بتفوت وبتخلص عمليه الريجستريشن، ما بدها تعاون مع الثانيين. اوكي، فهذا الفرق. طبعا البلاك بورد هناخذ عنه مثال ان شاء الله، يعني بعرفش اذا معانا مجال اليوم، بس هناخذ معه مثال مشان نعرفه. لكن بدك تعرف انه احيانا الاركيتكتشر مركبه، يعني انت عندك ريبوزيتوري اركيتكتشر والكومبوننت تبعت الريجستريشن جواتها مقسم لعده كومبوننت تعمل عمليه الريجستريشن مشان ايش؟ على اركيتكتشر تبع بلاك بورد. نعم، وهذا المثال، هذا المثال اللي قدامنا. احنا بدنا ندخل جويه عمليه الريجستريشن، يعني شفت العمليه هون عندي ريبوزيتوري اركيتكتشر وجويه الريجستريشن قسمناها لكومبوننتس على مبدا مين؟ على مبدا بلاك بورد اركيتكتشر. شو يعني مبدا بلاك بورد اركيتكتشر؟ انا قسمت الكومبوننتس لاجزاء يتعاون مع بعض لانجاز مهمه الريجستريشن. اوكي، وهنحكي ليش. لانه انت احيانا يعني ليش احنا بنقسم؟ لانه احيانا كل واحد ممكن يكون بالحياه العمليه على فكره يعني سيرفرز بكون متخصصات وذ ريجستريشن، سيرفرز متخصصات وذ ريبورت. يعني انا لو يعني احدى شغلي اللي بقيت اشتغله يعني اون ذا كلاود بلاك بيري، بقت عندنا سيرفرز، في سيرفرز الاف، يعني بدريش إذا بحطوا آلاف والله، يعني بس إنه في سيرفرز معينة عدة منهم، يعني حسب السيستمز اللي هم، ما أظنيش آلاف يعني بالمئات بجوز. أوكي، اللي هو متخصص بس يعمل زيب فايلز، بتودي له إيميجز وبس بيعمل زيب فايلز وبرميهن على سيرفرز ثاني. تخيل يعني، لأنه أنت يعني يوم تتعامل مع مئات الملايين من الطلبات اللي بيجينك مع بعض، مش سيرفر ما بقدر يكون يعمل كل شيء، بده يكون عندك واحد متخصص، واحد متخصص with image processing، واحد متخصص with zipping the files، واحد متخصص مثلا يعني بس يعمل registration، وبكون منهم ميات وبكون منهم كثير يعني. اوكي، فاحنا رايحين زوم ان جوية registration ونعمل ايش؟ ونعمل الديزاين تبعنا على اساس architectural بادة. شفتوا كيف السيستم؟ يعني الكومبوننت تاعي ردينا رجعنا قسمناها، وهذا كيف يتعمر السيستم. شفتوا ليش؟ سوفت وير اركيتكت بالحياه العمليه هو اكثر واحد بندفع له، وهو ذا تيم ليد، هو الرئيس الفريق التقني، مش بروجكت مانجمنت ولا شيء، لانه بكسر لك السيستم لكومبوننتس وهذا، بعدين بيجي بيقول بدي ناس يشتغلوا مثلا على الداتابيس، بدي ناس يشتغلوا، لانه هو المدير العام. فيعني سوفت وير اركيتكتشر قد تشوفه انت ممل، يعني في كثير من الطلاب، انا يعني من حكي من الفيدباك تبع الطلاب حكي معي، هم يعني اللي بيحبوا المجالهم، طبعا بيحبوا تخصصهم، بيحبوا لو من نصل الديزاين باترنز والكود والى اخره اكثر منهم، وهذا شيء معروف، وانا معهم، انا يعني بحب الكود اكثر من هذا الكلام، لكن هذا الكلام مهم جدا بالحياه العمليه. هذا انت اللي بتبني عليه السيستم كليات، وبعدين بتفوت جوا وبتعمل الكود. حدا عندك سؤال؟ احنا هنتوقف ان شاء الله عند هاي، عند المثال، وبناخذ مثال على بلاك بورد اركيتكتشر، وبنستكمل من هذيك النقطه. أي سؤال؟ سامعيني؟ أوكي. أوكي، خلينا يعني نأخذ الحضور لشعبة واحد اليوم إن شاء الله، لأنهم هم شعبة الأونلاين. أي دكتور؟
بس عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للمد، لوين حتكون مادته تقريبا؟ وكيف راح يكون أسلوب الامتحان؟ أسلوب الامتحان مثل الأسئلة اللي بسألها، يعني حل، أسئلة حل عادة، يعني عندك تكتب. يعني حل كودينج ولا حل إنه بالفهم؟ يعني الكود مش فهم؟ هو كود فهم، إنه يعني الكودينج غير عن الأسئلة الفعلية. هو أسئلة أنا عادة، يعني إذا بدي أسألك سؤال عادة بكون إذا كتابة، يعني الكتابة ما بتتحملش أكثر من سطر، لأنه بحب أعرف إنك تعرف الأسباب وراء الأشياء، لأن بعرف إنك فهمت بهذه الطريقة. أوكي، وكود، الكود أكثر بالفاينل، يعني الفاينل هيكون زخم بالكود، والمد لأنه إحنا ما حكيناش كود كثير، بس في كود، إحنا أخذنا كود بالمد، هيكون أكيد في كود طبعاً، أوكي، بس مش درجة الفاينل، أوكي، يعني راح يكون معظم أسئلة عن الكونسبت بالأصح، يعني أسئلة إنك فهمان اللي بقيت أقول لك إياه ولا لا؟ تمام، أوكي، يعني أنا دوماً بحب أعرف إنك تعطيني السبب وراء الأشياء. عشان أعرف إنك فهمان يعني. راح يكون multiple choice و ما في multiple choice. كله أسيء. إذا تسمي السطر والهذا أسيء عادي. يعني نفس الفصول اللي في الوجاهية كان نفس الأسلوب، عشان بس بدنا نرجع لنماذج مثلاً امتحان. امتحان الأونلاين لحد بالمادة هاي ما عمري جبت فيها multiple choice. حتى الأونلاين. يعني حتى لو امتحان يعملون يا أونلاين، أوكي، أو ورقي، هتأخذ نفس الأسئلة، يعني ما فيش فرق، هتكتب typing in أو هتكتب بيدك. أي قبل الأزمة، قبل الجائحة، كنا نكتب بيدينا بالقلم، بعدين صرنا نعمل typing على الأونلاين، أوكي، نفس الشيء، ما اختلفتش الأسئلة يعني. معاي؟ طبعا. وصلت الفكرة؟ وصلت. أوكي الله يسلمك. أوكي، خلينا نأخذ من الحضور، سجل الحضور. أحمد خير الله. أحمد غير موجود. أحمد. ياسمين السعدي موجودة دكتور. ياسمين موجودة. حسين بني علي غير موجود. عمر حتامله موجود دكتور. اوكي، احمد العذاربه، احمد موجود دكتور. موجود. اوكي، منيب البطاينه، منيب موجود دكتور. موجود. اوكي، احمد العمري، احمد العمري غير موجود. هديل صايل، هديل. نعم دكتور موجود. نعم دكتور. أوكي موجود. هيثم موجود دكتور. كمال عبد الرحمن، كمال غير موجود. محمد فودة، محمد غير موجود. إيمان طيفور، إيمان موجودة. موجودة. بتول حسن. نعم موجودة. محمد عبيدات موجود دكتور. رؤى التميمي، رؤى غير موجود. خالد أبو هلال موجود دكتور. محمد السكران موجود دكتور. موجود. قيس النابلسي، قيس غير موجود. فادي بشير غير موجود. محمد السكري، محمد موجود دكتور. أحمد نشأت موجود دكتور. شذا العفيف غير موجود. قيس الزاهري موجود دكتور. أوكي، قيس موجود. لفظت اسمك كويس قيس، صح؟ اسم العائلة. أنا مش
لانا ابو بكر. لانا ابو بكر موجوده. علي النواصري موجود دكتور. ريم العمري موجوده دكتور. ترنيم موجوده. أيمن ابو ساره أيمن. موجود دكتور. ماريا ابو الهيجه ماريا موجوده. موجود خلاص الله يعطيك العافيه. عندي دكتور انا رؤى ما طلع اسمي كان فاصل عندي رؤى. رؤى موجوده ما سمعتك يا تمام دكتور انا موجود. مين غزل؟ غزل ما اخذت شعبتك اليوم انت شو اوكي بس انا كان فاصل عندي النت. عادي ما في مين كمان الله يعافيك خلاص الله يعافيك.